بجدد تحية مع حضراتكم. دلوقتي معانا اثنين من الصحفيين الكبار والنقاد الرياضيين المميزين. معانا طبعا الأستاذ جمال الزهيري. مساء الخير يا أستاذ جمال. مساء الخير يا كابتن. مرحب بيك في قناة النادي الأهلي، منورنا. الله يخليك. وطبعا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد القوسي. أهلا بحضرتك معانا يا أستاذ محمد. أهلا بك يا كابتن. منورنا. ربنا يخليك، ده نورك يا كابتن. ربنا يخليك. أهلا بك. ملفاتنا خلاص، احنا عارفين خلاص الشارع الرياضي بيتكلم في ايه من مباراة نادي الزمالك والاهلي في النهائي. بنتكلم على كواليسها، نتكلم كمان على منتخبنا اذا كان منتخب اولمبي منتخب اول. نبدأ الاول بملفنا، ملف النادي الاهلي، وابدأ بك يا استاذ جمال. 27 نوفمبر يوم تاريخي، مش بس عشان النادي الاهلي والزمالك، لكن هو على المستوى الشامبيونز ليج الافريقي اول مرة في تاريخ الشامبيونز ليج الافريقي ان يصل فرقتين من بلد واحدة، وتقام حتى المباراة النهائية من النوك اوت مباراة واحدة، ويكون حتى الصاعدين للفاينل من مصر. ده شيء مميز جدا. عايز اعرف بعيد طبعا عن النواحي الفنية، ازاي احنا كمصر نستفيد من هذا الحدث التاريخي؟ هو طبعا الاستفادة من هذا الحدث بداية ان احنا نستغل هذه المعلومات بالترويج الكويس لها على المستوى القارة، وإن كان هو الحدث نفسه بيتكلم عن نفسه. يعني خلال الفترة القادمة مش هيبقى في حديث في أفريقيا غير عن هذه المعلومات وهذا الحدث. وبالتالي الشيء المهم قوي بالنسبة لنا هو التنظيم، يعني تنظيم المباراة نفسها تخرج بشكل محترم إن شاء الله كالعادة. يعني احنا متعودين على تنظيم المباريات بشكل جيد، ويمكن كان أقرب حاجة مثلا بطولة أفريقيا للمنتخبات الأولمبية، قبلها كأس الأمم الأفريقية للكبار. فمسألة التنظيم يعني ما فيش فيها شك، وبالتالي هتبقى حدث تاريخي. كل الناس زي ما حضرتك قلت كده أن دي أول مرة منذ عام 1964 اللي هي أول بطولة لدوري أبطال أفريقيا يصل فريقين من دولة واحدة، وبرضو الأول مرة تقام بسبب ظروف كورونا من مباراة واحدة مش مباراتين ذهاب وإياب. وبالتالي يعني كل عناصر التميز صحيح هي موجودة كويس. وبعدين بالإضافة لكده أنت عندك إمكانية أن أنت تنظمها في برج العرب. لو في مشاكل، سيادة الوزير أشرف صبحي النهاردة أعلن أن هو استاد القاهرة كمان جاهز، مع تأكيدات المسؤولين في استاد برج العرب أن هم جاهزين للاستقبال. فإن شاء الله يبقى حدث مميز وينتهي بقى بالفوز إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أستاذ محمد، برضو أخذ رأي حضرتك في عملية كيف نسوق لهذا الحدث التاريخي على المستوى القارة الأفريقية، وإزاي نستفيد إحنا كمان من هذا الحدث. يعني لازم نستفيد، مش بس مباراة وبتعدي وتنظيم بيعدي، إزاي نستفيد؟ عندنا وقت طويل جدا، نستفيد إزاي إحنا من هذه أو من هذه المباراة ومن الحدث التاريخي ده؟ بص يا كابتن، يعني اللي على منصة التتويج مصر. طبعا مصر على منصة التتويج، فاز الأهلي فاز الزمالك. احنا كالدولة المصرية هي اللي موجودة على المنصة، هي اللي تتوج، هي اللي هتاخد الميدالية الذهب، هي اللي هترفع الكاس، هي اللي هتاخد الميدالية برضو الفضة، هي 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 كل حاجة. مصر انظار افريقيا كلها هتكون متجهة الى مصر، انظار العالم كمان، وانظار العالم كله يعني. طبعا عشان كده احنا لازم نشتغل على مصر، لازم نقدم صورة محترمة عن مصر حقيقة. صورة قيمة عن مصر، صورة واقعية، ما يكونش فيه خروج عن النص، ما يكونش فيه تجاوزات، يكون فيه التزام من اللاعبين، من المسؤولين، من الإداريين، من كل الجهات، يكون فيه استعداد وتنظيم، تكون فيه لائحة عقوبات واضحة ومشددة لأي حد هيخرج عن النص في هذه المباراة، لأن مصر كلها هتضار من أي سلوك سلبي، ومصر كلها هتستفيد من أي سلوك إيجابي. لازم نقدم صورة محترمة عن مصر وعن الكرة المصرية وعن الأهلي وعن الزمالك وعن قيمتهم وعن تاريخهم، بعد ما سطروا تاريخ كبير جدا وعملوا مجد عظيم جدا بوصولهم لأول مرة في التاريخ إلى المباراة النهائية على حساب برضو فريقين من المغرب. فلابد أن الدولة المصرية، طبعا أكيد الدولة المصرية شغالة على هذا الأمر بشكل كبير جدا، الأهلي والزمالك لابد أن يشتغلوا على كده، اتحاد الكرة لابد أن يكون واضح ومحدد برضو في هذا الأمر، حتى لو المباراة تابعة للاتحاد الافريقي وتابعة لجنة المسابقات الاتحاد الافريقي، يكون في تنبيهات وتعليمات ان اي حد هيخرج عن النص وهيحاول يحط اي نقطة سودة او نقطة سلبية
في الصفحة المصراء البيضاء اكيد لازم توقع عليه عقوبات، لازم ده يبقى واضح وواصل لكل الناس. لابد ان احنا نشتغل حتى كاعلام بعيد عن التعصب، ان في النهايه دي مباراه كره قدم، مباراه نلعبها من اجل مصر، مباراه نشتغلها من اجل مصر. التعصب اللي موجود وان الناس بتحاول تنفق في النار يا استاذ جمال علشان تولعها وتخليها حريقه بين الاهلي والزمالك وتخليها معركه، يعني الناس بتقول لك اذا كان الاهلي والزمالك على دوري ولا كاس ولا سوبر بيقطعوا عديبالك على دوري ابطال افريقيا. لا، المفروض الفكر ده يتغير. احنا بنشوف كلنا دلوقتي اعتقد ان الدوري الانجليزي بقى باد بالنسبه لنا زي الدوري المحلي، بنتفرج على كل الماتشات وبنشوف الاداء وبنشوف السلوك في كل الدوريات العالميه الاوروبيه خصوصا الخمسه الكبار. يعني شوف ازاي المدربين بيسلموا على بعض بعد الماتشات، اللعيبه محترمه بعضيها، ممكن فريق على الارض يخسر بخمسه وتبقى الامور عاديه. برشلونه خسر 8، ريال مدريد بيخسر، كله بيخسر وكله بيكسب يعني في النهايه هي مباراه كوره، لابد ان نتعامل معها بهذا الشكل. ايوه، بس التعامل معها بالشكل احنا هناخده في شقين. طبعا الشق الاولاني اتكلم عليه استاذ جمال، الشق التنظيمي، واعتقد احنا قادرين بشكل كبير جدا ان احنا ننظم مباراه على المستوى التنظيمي على اعلى مستوى. الاهم من كده وزي ما حضرتك قلت يا استاذ محمد، دور الاعلام نفسه. حضراتكم كنقاد وكاعلاميين موجودين بتطلعوا في على الشاشات، الدور ده يقوم ب ايه؟ الدور الايجابي اللي ممكن الاعلام يعني يشتغل عليه الفتره اللي جايه علشان الامور توصل ليوم المباراه بسلام، بعيد عن اي شغب واي مشكله تحصل يعني تعكر جو هذه الاحتفاليه. بطمن حضرتك انه اغلب وسائل الاعلام واغلب الصحفيين والاعلاميين عندهم هذا الوعي. هي في فئة قليلة جدا هي اللي عندها الشط عالية قوي اللي بيتعاملوا كمشجعين هم على الشاشة. بس دول برضو بقوا حتى على مستوى الشارع يا استاذ اوسي وكابتن هاني بقوا معروفين، يعني الناس بقى عندها من الوعي ان هي فاهمة كويس قوي فلان ده بيقول كده ليه. لكن ما احنا اهو في قناة النادي الاهلي بنتكلم في ايه؟ مش بنتكلم في صورة مصر طبعا، بنتكلم في ان المباراه تخرج الى بر الامان ويفوز من يفوز، لانه انت الفوز وعدم الفوز ده في خلال التسعين دقيقه اللي هي زمن المباراه. الخوف كله يعني الاعلام اللي هو مش هقول تقليدي، الاعلام يعني اللي له مواصفات اللي هو صحافه اذاعه تلفزيون قنوات حتى لو كانت قنوات خاصه او تبع حاجات معينة، يعني دول عارفين دورهم. هي المشكلة كلها في التواصل الاجتماعي، وسائل السوشيال ميديا. السوشيال ميديا انت مش تقدر تعمل عليها الكنترول خالص، لانه الراجل اللي بيقعد على الكيبورد ويقول اي حاجة زي ما هو عايز ده مفيش سيطرة عليه غير من ضميره رقم واحد طبعا. فاحنا بنناشد بقى الناس دي كلها ان احنا يا جماعه في مجال ان احنا بنتكلم عن عرس فعلا كروي يحدث لاول مره في تاريخ البطوله الشامبيونز ليج الافريقيه، ما حصلش قبل كده، وبالتالي يجب ان احنا نساعد على ده. وقلنا انه مساله الفوز بالمباراه لن يتحقق بالصوت العالي، يعني لن يتحقق بان انا أشتم الفريق المنافس أو أجرح في المنافس، كله يشتغل في الإطار بتاعه. شجع فرقتك زي ما أنت عايز، أنا برضو مش هقدر أقول للناس إيه، لو النبي شجع الفرقتين طبيعي إنه في تصنيف كل واحد بيتمنى لفريقه إن هو يكسب. لكن هل التمني ده يدفعك إلى إنك تولع الدنيا أو تغلط؟ طبعا لا، اكيد لا، ده غير أكيد مطلوب لا. اكيد لا يعني هنتواصل مع حضراتكم طبعا في ملف المباراه النهائيه ونتكلم كمان عن المنتخب، لكن في خبر كمان خبر سعيد بصراحه. يمكن ميار طبعا، ميار شريف لعيبه المنتخب الوطني طبعا ولعيبه النادي الاهلي سابقا ومصنفه رقم 164 بتفوز ببطوله شارلستون الدوليه للتنس بالولايات المتحده الامريكيه، وده في انجاز تاريخي للتنس المصري بشكل كبير جدا. ميار استطاع الفوز والتغلب على منافستها البولندية المصنفة رقم 130 بمجموعتين 2-0 بنتيجة 2-6 و3-6. ميار كمان بتحقق 9 انتصارات متتالية ببطولة
تشارلسون الدولية ضمن طبعا أيضا ضمنت الحصول على 50 نقطة، كمان بتحط 50 نقطة على ترتيبها العالمي، بتقترب من المركز 150 عالميا. لا بيقال كمان هي بقت أعتقد 132 يعني بدل 164 لأن هترفعها درجات كبيرة جدا، قفزة كبيرة يعني. ميار طبعا أول لاعبة مصرية في التاريخ بتبلغ الدور الرئيسي في إحدى طبعا البطولات الجراند سلام الكبرى، بعد طبعا ما وصلت للدور الرئيسي برولان جاروس في أكتوبر اللي فات. وطبعا احنا وهي طبعا بتتأهل طبعا لأولمبياد ان شاء الله طوكيو في 2021، انجاز كبير جدا. وميار يعني بتحقق انجازات كبيره الفتره اللي فاتت، ودي لعيبه طبعا لعيبه النادي الاهلي، ودي لعيبه منتخب مصر يعني. فانجازات كبيره وبتدل ان الاراده والعزيمه يعني، واحنا قادرين كمصريين، يمكن ده بربطه باللي بيحصل وتنظيمنا وازاي ممكن احنا نطلع حاجه حلوه قوي يعني. دايما لازم نؤمن بنفسنا ان احنا عندنا قدرات، وقدرات كبيره جدا، بنؤمن بنفسنا، بنشتغل على دوت بشيء احترافي، بتخرج صوره ميار لينا بشكل اكتر من رائع. في اسبانيا اقامه شبه دائمه يعني، واحنا برضو بنحيي الاسره والوالده ووالدتها، والاسره عموما لها دور مهم قوي زي ما حضرتك عارف في الالعاب الفرديه وخاصه التنس والسكواش فشيء جميل جدا ان انت يبقى عندك مثل هذا النموذج اللي احنا كلنا طبعا نقف وراه ونسانده، أكيد. لأنه ده بيدخلك في حتة تانية يعني عالمية، وفي لعبة من اللعبات يا أستاذ أوسي اللي هي نقدر نقول إنها محتاجة مصاريف كتير ومحتاجة انفاق فني طبعا يعني، شيء جميل يعني. والشيء الأجمل كمان إن يكون حد من البيت الكبير يعني، حد من البيت الكبير يعني. طبعا احنا عارفين لعبة النادي الأهلي، لا لو من البيت الكبير يبقى أحسن ومنتخب يعني لعبتنا ومنتخب مصر طبعا حاجة يعني احنا كأهلاوية عاملة حالة يا كابتن هادي يعني، عاملة حالة كبيرة وحالة مميزة، وكنا فرحانين بيها قوي، وهي يعني الأول مرة نشوف حد من عندنا من مصر بيلعب في بطولات التنس الكبرى رولان جاروس، وبتتأهل وبتلعب وبتقدم بشكل فني ومميز جدا مع بطلات التنس مصنفه على مستوى العالم يعني. فكون ان هي تفوز ببطوله تشارلستون في الولايات المتحده الامريكيه فده طبعا انجاز كبير جدا، وامتداد لسلسله انتصاراتها اللي عاملاها. وعندنا طموحات كبيره جدا في ميار ان شاء الله ان هي تقدر تسير بشكل قوي جدا وشكل مميز جدا، لان التنس دي من اللعبات اللي بتحتاج يعني نفس طويل جدا وجهد كبير جدا. وطبعا يعني الاهلاويه مميزين بالنفس الطويل ان شاء الله يعني، ان شاء الله كمان يكسبوا البطولات اللي محتاجه نفس طويل. ده بيدينا ودخلنا في موضوعنا تاني، ان احنا قادرين ان احنا نعمل حاجه كويسه لو عندنا ايماننا بنفسنا وعندنا قدراتنا وبنشتغل بالشيء كبير من الاحتراف، اعتقد بنوصل لصوره حلوه. وعندنا ميار وعندنا محمد صلاح ومجموعه اللعيبه اللي عندنا في البريمير ليج. هننقل تاني لملف النهائي، كان في بعض الاقاويل ان ممكن جدا من عشان موضوع الارصاد وممكن يكون في عاصفه واسكندريه او ممكن يكون استاد القاهره هو يكون يعني الملعب اللي هيستضيف المباراه النهائيه. الجزء الثاني اللي عايز اسال حضراتكم فيه، عندنا يعني ما طبعا هو حتى بيقولوا لي على لسان الوزير ان هيكون على استاد القاهره. طب هتفرق يعني هو لغايه دلوقتي هو قال ان استاد القاهره بالظبط جاهز لكن في حاله الرغبه يعني. بالظبط، لكن هو بقى كابتن هني لغايه دلوقتي يعني معروف ان اسكندريه في الوقت ده بيبقى فيها طقس غير مستقر وفي اكثر من نوة، ومنها في الوقت ده تحديدا نوة المكنسه دي من 26 ل 29 توقيتها معروف تقريبا كده، وقد يمتد الى الايام الاولى من شهر ديسمبر يعني. فطبعا احنا ليه نغامر ونودي الماتش هناك، لا سيما لان لو مرت فتره العشر ايام اعتقد هيكون صعب جدا نقله يعني طبعًا. فمهم جدا ان احنا نوفر للماتش الاجواء الكامله والاجواء المناسبه. اسكندريه ما عندهاش اي مشكله، يمكن ترددت انباء على ان امن اسكندريه عايزين ينقل الماتش وما ينقلش ماتش وحاجات كده، كل الكلام ده مش مظبوط. امن اسكندريه لم يطلب ولم يرسل خطاب لاتحاد الكره على الاطلاق، لكن الكلام اللي قاله الوزير الدكتور اشرف صبحي النهارده اعتقد ان في تفكير في الموضوع وفي دراسه مهمه جدا للموضوع ومتابعين الموضوع. بعت للكاف نفسه قال احنا على استعداد جاهزين، استاد القاهره جاهز لاستقبال المباراه لو الظروف فعلا الكاف هو اللي بيحدد. لو علميا يا استاذ اوسي مدروسه انه في التوقيت ده نوى او حاجه بهذا الشكل طيب ما الاضمن والاكثر عقلانيه ان انت تعملها في استاد القاهره، وما اعتقدش ان في اي موانع
هتمنع انها تقام في استاد القاهره يعني. كمان عندنا ذكرى سيئه، الماتش الاهلي والزمالك اللي اتلعب الموسم اللي فات وكان في مطر، وكانت مطره وكانت المايه طبعا اثرت على الاداء الفني بالنسبه للفريقين وبالمستوى. فاحنا مش عايزين اداء اللعيبه يتاثر بالشكل ده. ما دام عندنا فرصه ان احنا نلعب في القاهره نلعب، ما فيش مشكله خالص. وفي صور متداوله برضو استاذ اوسي على مواقع التواصل خلال الساعات اللي فاتت دي، ان في ملعب برج العرب فيه ميه و ده كان فيه مطر كبير جدا. يعني بسبب الامطار الاخيره كان فيه امطار غزيره على الساحل الشمالي واسكندريه. ده امبارح تحديدا اسكندريه يعني كميه امطار. كنت تواصلت مع اصدقائي في اسكندريه قالوا واحد من اصعب الايام اللي ما شفناش تقريبا يعني. كان فيه كتل ثلجيه بتنزل في امبارح. فانا شايف ان لابد من دراسه الموضوع بشكل جيد جدا، وانا شايف ان الاصلح نقل المباراه الى استاد القاهره. يعني ده مهم جدا جدا، ولسه في وقت يكون يعني في تاكيد يعني لسه في وقت للتفكير. احنا بنتكلم في 20 يوم في تاكيد من الوزير على فكره. يعني سياده الوزير كلمناه واكد لنا تمام، واكد لنا ان المباراه هتكون على استاد القاهره بشكل كبير جدا يعني. وهيبدا يخاطب كمان الكاف بهذه الجزئيه، وما اعتقدش الكاف مش هيبقى عنده اي موانع يعني. مع بالعكس ده الكاف هو هيقول ان المباراه لازم تخرج بشكل كويس. واحنا طالما احنا الجهه الرسميه سياده الوزير بيتكلم بيقول احنا استاد القاهره جاهز وهيخاطب الكاف. يبقى سؤال واحد اللي هو الامن. الامن ما فيش طبعا مشكله طبعا، هيتم استطلاع راي الامن. واذا الامن اكد، وانا اعتقد ان ده يعني في امكانياته يعني، لو اكد ان الامور ما فيش مشكله خلاص تتلعب في القاهره بعد انتهاء الجماهير. جماهير كمان كان نفس يعني. هو الغيد برضو الايام الاخيره بتقول ان في بعض المحاولات ان يعني عدد معين من الجانبين يكون حاضر 10,000 او 10,000. ممكن يكون كورونا بقى دواعي يعني. هو ده بقى ده اللي يكون دواعي كورونا، دواعي الكورونا، وده يخص الامن ويخص الكاف نفسه طبعا يعني. لا هي غالبا اعتقد انها تقام بدون جمهور، ولذلك يعني خلاص الناس كلها ما عارفه المباريات بتتلعب ازاي والظروف صحيح اللي بتقام فيها، وبالتالي مش هيكون في مشكله ان شاء الله. ان شاء الله ما يكونش في مشاكل يعني. وان شاء الله يكون استعداد فرقتنا على اعلى مستوى. وسط حاله من الجديه والتركيز والروح المعنويه المرتفعه، عاود الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي مساء السبت من جديد تدريباته في بدايه رحله الاستعداد لموقعه الحسم امام غريمه التقليدي الزمالك في المباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا، والمقرره يوم 27 من الشهر الجاري على ارض ملعب استاد برج العرب بالاسكندريه. وكان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي قد منح اللاعبين راحه لمده 6 ايام بعد نهايه مباريات بطوله الدوري من اجل التقاط الانفاس، خاصه مع تبقي نحو شهر عقب مباراه طلائع الجيش الاخيره على مواجهه نهائي دوري ابطال افريقيا. وعاد لاعبو الاهلي الى تدريباتهم مساء السبت بمحاضره فنيه داخل ملعب التتش في الجزيره من المخضرم بيتسو موسيماني قبيل انطلاق الميران، حيث تحدث خلالها عن اهميه المرحله المقبله. كما شهدت المحاضره الحديث عن بعض التحضيرات الخاصه بالوحدات التدريبيه التي سيخضع لها الفريق في ميرانه. وبخبرته الطويلة في التعامل مع اللاعبين وعزفه على وتر العامل النفسي الذي يجيده تماما، عقد موسيماني على هامش الميران جلسة خاصة مع اللاعب حسين الشحات من أجل الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي لحقت به مؤخرا، وأكد له على حاجته لجهوده وثقته الكبيرة في إمكانياته، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على معنويات اللاعب. كما حمل ميران الفريق أمس خبرا سعيدا لعشاق القلعة الحمراء بعدما انتظم المدافع رامي ربيعة في تدريبات الكرة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية. وشارك اللاعب بشكل قوي في الميران الجماعي بعدما خاض برنامج إعداد قويا بعد أن حصل على وحدات تدريبية وبدنية متنوعة ليكون بذلك إضافة قوية ومميزة للخط الخلفي قبل المباراة النهائية المرتقبة. ومن أجل سد العجز في صفوف الفريق نتيجة انضمام 6 لاعبين إلى صفوف المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لمواجهة نظيره توجو يومي 14 و17 من الشهر الجاري في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون، صعد بيتسو موسيماني 5 لاعبين من فريق الشباب لتدريبات الفريق الأول لمنحهم الفرصة والثقة، والتأكيد على أن الأهلي دائما أجيال متعاقبة
يسلم بعضها الآخر في منظومة متكاملة من الدقة والتنظيم والاحترافية. الأهلي بدأ الاستعداد لمحطة الحلم الجميل التاسعة يا أهلي، ولن يوقفه أي شيء عن تحقيق طموحات وآمال جماهيره الوفية. رجعنا تاني مع حضراتكم ومع ضيوفنا الكرام أستاذ جمال أستاذ محمد. من شوية قبل ما نتابع طبعا كلامنا على النادي الأهلي ومنتخب مصر، في كابتن أحمد فتحي نزل على صفحته الرسمية على الفيسبوك كلام حابب أقراه مع حضراتكم وكمان نعلق عليه، يعني بس هقراه بالكامل ونعلق على بعض النقاط اللي فيه. طبعا أحمد فتحي قال لحظات يصعب فيها الكلام، لحظات يصعب فيها التعبير، خاصة وأنت بتخاطب أطراف كلها عزيز عليك ولها مكانة خاصة في قلبك، كمان عشت معاهم أحلى 12 سنة في حياتي، 12 سنة كلها انتصارات بطولات وأفراح. وعايز أقول لو عقود الاحتراف المكتوبة بتنتهي، عقود الحب والود والاحترام بيني وما بين كل منظومة النادي الأهلي لن تنتهي. اعذروني لحظات قاسية وأي قسوة وأنت تغادر حبايبك اللي قضيت معاهم سنين في النادي الأهلي، بيتي وحيفضل بيتي حتى لو كان القدر كتب لي خطوة جديدة، هيفضل جمهور النادي الأهلي اللي حبني وساعدني ووقف جنبي، هيفضل سندي لأنه جمهور وفي، جمهور أصيل. ربنا يشهد أني لم أقصر لحظة في حق النادي ولا حق جمهوره، وبذلت أقصى ما أملك حتى آخر لحظة. أتمنى أكون قدمت ولو جزء من اللي يستحقه الأهلي وجماهيره. في هذه اللحظة الصعبة على نفسي عايز أسجل شكري للنادي الأهلي وإدارته وعلى رأسها الكابتن المحترم الكابتن محمود الخطيب، وكل الشكر للجماهير اللي مهما تكلمت مش هقدر أعطيها حقها. شكرا لكل المدربين اللي ساعدوني من أول يوم وحتى آخر لحظة. شكرا لإخواتي الأطباء ومساعدينهم أخصيين التأهيل والتدليك. شكرا للإداريين والعمال. شكرا لكل فرد ساعدني ولو بأي حاجة. أنا مش عايز حد يزعل مني. في الأول والآخر دي خطوات كتبها ربنا سبحانه وتعالى، وأنا متوكل على الله في كل خطواتي، ودايما هيفضل الأهلي وجمهور الأهلي في قلبي. ده الكلام اللي حالا من خلال دقايق قاله الكابتن أحمد فتحي على الفيسبوك. طبعا يمكن احنا اتكلمنا في الجزئية دي في مباراة التتويج امام طلائع الجيش، لما قلنا برضو كنت انا والاستاذ اوسي انه مشاهد كانت جميله قوي، مشهد مؤمن زكريا والاحتفاء بيه وتكريمه واستقباله من زمايله، مشهد احمد فتحي اللي اللاعب الفدائي اللي بيلعب لغايه اخر لحظه. ويمكن لو تقارن موقف احمد فتحي باخرين رحلوا عن صفوف النادي الاهلي هتلاقي الفرق كبير. يعني في لعيبة مشيت الجمهور يعني عامل نوع من القطيعة أو الزعل، الناس مش زعلانة من أحمد فتحي، تخيل، رغم أنه هو ماشي ويروح يلعب في فريق آخر منافس، إنما الناس يعني مقدرة قوي. ما هو دي بقى الحاجات اللي إيه، مش هو بيقولك مش محتاج عقود، في حاجات بين الناس كده. يعني ممكن أنت بتحب واحد مثلا مش لازم تعمل عقد بينك وبينه، فهو نفس القصة، علاقته بالنادي الأهلي واضح وبجماهيره استمرت لغاية اللحظة الأخيرة. والكلمة اللي قالها دي برضو أو ختم بيها مشواره مع النادي الأهلي أعتقد أن لها صدى كبير عند الجماهير وعند إدارة النادي الأهلي. يعني أنا يمكن سعيد بالنهاية المحترمة تمام، والنهاية المحترفة والنهاية المثالية لعلاقة لاعب مع ناديه. هو ده الكلام المفروض، هو دي الطريقة اللي المفروض تبقى بيننا في التعامل، ان احنا حتى لما الناس تسيب بعضيها او ننفصل مش لازم نمشي واحنا بنقطع هدوم بعض، مش لازم نمشي واحنا زعلانين من بعض، مش لازم نمشي واحنا بنكره بعض. كل واحد له خيار بيختار طبقا لخياراته، عليه اتحمل مسؤولية خياراته، لكن نمشي بشكل شيك، بشكل حضاري، بشكل محترم، بشكل يعني ما يمسحش تاريخنا مع المكان اللي كنا فيه وما يشوهش صورتنا للمكان اللي احنا رايحينه. اعتقد ان احمد فتحي وعلاقته مع النادي الاهلي كانت علاقه مثاليه، علاقه احترافيه.
اعتقد ان صفاء نيته هو اللي اداله النهايه الجميله المحترمه دي ربنا سبحانه وتعالى اللي هيئ له ده. يعني بعد ما كان في موقف صعب وماشي من النادي الاهلي ونادي غضمة، الان احمد فتحي يخرج من النادي الاهلي من الباب الكبير، يخرج على حصان ابيض رايح مكان تاني، ويظل ليه في قلوب جماهير النادي الاهلي مكانه كبيره جدا ومحترمه. واذا عاد ربما يعود في يوم من الايام، لانه مشي بشكل محترم بشكل شيك، سواء يعني كان بره مصر او جوه مصر فالامور مختلفه، لكن اللي بيمشي وبيعمل وراه شبوره وبيعمل وراه ازمه وبيشوف في النادي الاهلي وبيتكلم عن اداره النادي الاهلي بشكل غير لائق وبيتكلم عن جمهور الاهلي وما بيقدرش تاريخه، لا يعود للنادي، ما بيقدرش تاريخه مع النادي الاهلي، ما بيقدرش تاريخه مع الحب اللي الناس ادته له، ما بيقدرش القيمه اللي ادها له النادي الاهلي، وان الاهلي هو اللي وضعه اللي خلاه نجم في عنان السماء. اعتقد ان ده الفرق بين احمد فتحي وبين اي حد تاني. وواضح جدا يعني، انا طبعا كلامكم طبعا بايده مليون في الميه، وعايز اضيف ان رصيد احمد فتحي يتيح له حتى في الفتره الاولى من غضب الجماهير، ورصيده ما بعد هذا التوقيت اللي اتنقل فيه احمد فتحي لنادي اخر، هذا العمل وهذا الشغل باحترافيه اكتر من رائعه من الجانبين، النادي الاهلي وشارط الكابتنه على كتف احمد فتحي، واحمد فتحي بالمجهود الرائع والتضحيات والمجهود واضح. انا بتكلم هذا الرصيد، هذا الرصيد الكبير جدا جدا اللي بيقوله احمد فعلا، يعني اعتقد بيان، مش بيان لكن هو هي عنده مشاعر محترمة، عنده حب يعني كبير جدا محترم للنادي الاهلي والكابتن محمود وجماهير النادي الاهلي. وقال طبعا السنين ديت بتبقى محفوره، سنين الفرح والبطولات وحتى المواقف الصعبه، سنين 12 سنه احمد فتحي بطولات كبيره جدا، مر يعني بحاجات كتيره جدا. يعني احنا بنتمنى له طبعا التوفيق. سؤال يعني، هو هيقعد يعني معلش، اي لاعب هيخرج من النادي الاهلي هيلعب كام سنه؟ سنه 2 3 5، مش هيلعب قد اللي لعبه ومش هيحقق تمام مع اي نادي اخر طبعا، لا نفس طبعاً. مش هيحقق 1/10 من البطولات. نتمنى له طبعا التوفيق وكل حاجه، بس احنا بنتكلم على ايه؟ انت صنعت تاريخ في كره القدم امتى؟ منذ وجودك في النادي الاهلي حتى رحلت من النادي الاهلي. تحسب بقى كل البطولات دي هتلاقي تاريخك كله في المساحه دي. فمحق يعني عايز اقول ايه، الغلبان قوي يعني او عبيط قوي هو اللي يبيع التاريخ ده، لازم انت تحافظ عليه. النادي الاهلي هو اللي بيعمل ليه الابطال، النادي الاهلي صانع الابطال وصانع بالظبط يعني صانع التاريخ. ما احنا من غير النادي الاهلي انا موجود هنا، عشان كنت يوم من الايام ابن من ابناء النادي طبعًا الاهلي طبعًا. فكل ديت كل ديت، لكن انا بتكلم وانا بايكوا تماما، يعني اعتقد اللي كتبه احمد فتحي النهارده بيدل على اللي احنا بنتكلم عليه من قبل كده، ان أيوة علاقه احترافيه. احمد فتحي كان في يوم نزل علينا منه شويه، بس تاريخ احمد فتحي يشفع له، وما قدمه احمد فتحي حتى بعد انتقاله لبيراميدز مع النادي الاهلي والرجوله والاحترافيه الكامله لاخر لحظه، ده طبعا شيء يحترم عليه. واذا كان احمد فتحي يعني مثالي ونموذج محترم في هذه الجزئيه، فالنادي الاهلي ايضا طبعا هو يعني صانع هذه المثاليه. النادي الاهلي يعني قدم قيمه كبيره جدا. ممكن لو كان احمد فتحي في فريق اخر حتى ولو عايز يعمل ده ويتصرف بحضاره كان ممكن يتداس عليه وما يلعبش وتتسحب منه شرط الكابتن وما ياخدش اي حاجه. النادي الاهلي بقيمته وتاريخه لم يغضب ولم ينزعج من ان هو اختار، ولم يلاوع ولم يخادع ولم يخدع، صريح فكان واضحا وصريحا في تحركه، فالاهلي احترم تحركه وخد تحركه. لذلك الاهلي في لحظه التتويج بيخلي احمد فتحي هو كابتن النادي الاهلي، وفي اكتر من كده تقدير وفي اكتر من كده احترام. تحيه للنادي الاهلي وتحيه لاحمد فتحي. صحيح، تحيه للنادي الاهلي وتحيه للكابتن احمد فتحي، وبالتوفيق ان شاء الله يا كابتن احمد في مشوارك اللي جاي. نروح لمنتخبنا القومي والاستعدادات والقائمه النهائيه اللي اعلنها الكابتن حسام البدري، اللي طبعا خوض ماتشين بتوع توجو يوم 14 ويوم 17. نبدا بيك يا استاذ جمال. طبعا رغم الجدل اللي اثير حول بعض الامور الفنيه وبعض الاختيارات، النهارده احنا مش في مجال غير ان احنا نعلن تأييدنا الكامل ووقوفنا مع حسام البدري من اجل منتخب مصر. طبعا منتخب مصر في يعني لما تشوف ترتيبه او موقفه في المجموعه لا يليق على الاطلاق، وبالتالي كمان المنتخب ما اتجمعش
مع بعضه من سنة تقريبا، سنة ميلادية يعني. وبالتالي كلنا واقفين مع المنتخب في المرحلة القادمة، يعني قد نختلف في بعض اللعيبة. مفيش مدرب تولى تدريب منتخب خالص سألنا حتى انت حتى كابتن هاني طبعا، لانه طبيعي طبعاً جدا ان يكون هناك وجهات نظر. النقطة الخلافية اللي احنا وقعنا فيها بس مع كابتن حسام البدري، ويمكن دي فرصة ان احنا نوضحها هنا في قناة الاهلي في البيت الكبير، جزئية ازمة كهرباء، سواء اعلن او ما اعلنش، كان ناوي ما كانش ناوي معايا ان هو يضمه، وبعدين تم استبعاده لاسباب الخلاف مع كابتن محمد فضل. المنطق والواقع بيقول ان انت عشان تعاقب لاعب، انا مع عقوبة اللاعب لو اخطا، لو اخطا وصدر ضده عقوبة تربوية، لا لابد على الجميع انهم يقفوا مع قرار الاستبعاد. انما الموضوع كان فيه شوية ضبابي كده وشبورة وحاجات مش باينة. المهم حتى في الاخر، واللي خلانا نتصور ان الموضوع يتحل، انه كابتن حسام اعلن من كام يوم في مؤتمر صحفي انه اصابة طاهر محمد طاهر تفتح المجال لانضمام كهرباء. صحيح ماشي. فده اللي خلاني انا واحد من الناس، مثلا انا كتبتها في اخبار اليوم، كهرباء لا، كهرباء في ايه يعني؟ ما يعني لا، وغير كده يعني انا مش ضد، لا ضد كابتن حسام يا لا 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 طبعا، احنا ولا هو طبعا ولا مع الاختيار في ولا مع بس ولا يعني مع كهرباء لو اخطا، ولا مع كهرباء ما اخطاش في جماعه. انا بس على انه يكون في مبدا في التقييم وفي الاختيار، تمام، حتى لو انت مش عايزه لاسباب فنيه خلاص اوكي، ده تمام. قرارك انت كمدير فني. ايه رايك في القائمه يا استاذ محمد؟ يعني تعقيبا مبدئيا على موضوع كهرباء، ان الكهرباء تم ضمه للمنتخب في الماتشين الاوليين بتوع جزر القمر وكينيا، وهو كان بعيد عن لياقته البدنيه ولياقته الفنيه، وحتى كان في اعتراضات من الخارج على ضم كهربا. فعندما ياتي كهربا للنادي الاهلي ويتالق، وحتى اخر مباراه مسجل الهدف هي مباراه طلائع الجيش، فعدم ضمه بسبب الازمه اللي حصلت بينه وبين الكابتن محمد فضل، فاعتقد إن ما كانش في مبدا واضح لعمليه الضم والاختيار. الكابتن حسام بدري له الحق وكل الحق في الاختيار، لذلك طبعًا. لما ضم حتى رمضان صبحي وهو لا يلعب منذ ديسمبر الماضي لم نعترض، هو قال ان انا هاخده في التمرين واشوفه، لو جاهز هيلعب، حقك ممكن تجيب اي لاعب، لكن لما يكون لاعب جاهز وهو اصلا لاعب منتخب معاك اساسا وما تضموش، فدي جزئيه لابد ان تلفت نظر ونقف عندها. اللي لفت نظري يا كابتن في عمليه القائمه اللي عملها كابتن حسام بدري، ان المنتخب في الدوري المصري بيتركز في ثلاث انديه، النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز، سبع لعيبه من الاهلي وسبع لعيبه من الزمالك وخمس لعيبه من بيراميدز بلس اللاعبين المحترفين، طبعا بالاضافه الى بسام الحارس من طلائع الجيش وحسام من السموحه، حسام حسن مسموحه، واعتقد ابو الفتوح باك شمال، اعتقد ما هو ده يعتبر زمالك يا كابتن، ما هو زي محمد شريف يعني ما انا قلت لك سبعه من الاهلي يعني سته ومحمد شريف وسته من الزمالك وابو الفتوح يعتبروا اهلي وزمالك يعني في النهايه. ده معنى كده ان الدوري المصري لا يفرز لعيبه على الاطلاق، ان كابتن حسام البدري مش شايف فيه اي نوعيه. انت شايف لعيب في الدوري المصري خارج الاهلي والزمالك والاسماء ديت انت شايف انه كان ممكن لا يتواجد؟ لا انا يعني انا بطرح اسماء لا يعني بص لا هي برضو مع احترامي يعني طبعا هو الاستاذ محمد وجهه نظر له اكيد، هو عايز قول الاول انا عايز اوصل رساله مش بغض النظر عن موجود، ممكن فعلا ما يكونش موجود، بس ده عمل كارثي يعني ان عندك ما يقرب من 15 نادي تقريبا بيمثلهم 450 لاعب في الدوري المصري، لا يمثلهم الا اثنين لعيبه فقط لا غير، اللي هم بسام وحسام حسام حسن من المصري يعني. هل ده سوء في الدوري المصري؟ هل الكابتن حسام بدري بيعتمد على نوعيات لعيبه معينه بيختارها ان هي عندها سمات اللاعب الدولي اللي تقدر تلعب بانتمام للاهلي والزمالك وبيراميدز؟ هل اعتمد على الفرق الكبيره اللي وصلت الى نهائيات البطولات القاريه، الاهلي والزمالك في دوري الابطال وبيراميدز في الكونفدراليه؟ يعني واضح ان كابتن حسام عنده قناعه باللاعب الدولي، ليه مهارات وليه مواصفات خاصه، حتى لو هناك لعيبه تألقت في البطوله المحليه يعني صعب ان يتم ضمها دلوقتي او في المرحله اللي ده اللي انا اقصد توصيله، ونقصد ان احنا عندنا كم كبير جدا من اللاعبين غير مستفيدين منه وغير موجود، فده محتاج برضو يعني نظره ومحتاج دراسه ومحتاج تركيز في هذا الاتجاه. عايز الحق يعني انت طرحت تساؤلات مهمه جدا،
وفي مكانها يعني، وفي نفس الوقت برضو هو جاوب عليها يعني، حضرتك جاوبت عليها، بمعنى انه ممكن يكون في لعيب متألق في مع فريقه، بس في لعيب اخر عنده خبرات سواء مع النادي الاهلي او مع نادي الزمالك. يعني دايما هتلاقي اغلب المختارين اهلي وزمالك او مزبوط. اسماعيلي احيانا لما بيبقى منافس، بيراميدز دلوقتي برضو. فمسألة برضو اختيار اللاعب الدولي اللي هو انت محتاجه في مهمة، وده يمكن كان سبب اختلافنا، انك لازم تاخد الجاهز، ما تاخدش رمضان صبحي وهو ما بيلعبش. عندك حق، انت النهارده في مهمة، مش هقول انتحارية، مفيش وقت للتجهيز يا استاذ جمال. انت عندك معسكر لمدة 10 ايام، في ماتشين وبينهم سفر، يعني امتى هتجهز؟ ويمكن يكون ده سبب في كسرة لاعبي الاهلي والزمالك والمحترفين. مظبوط، لانه انت محتاج النهارده مباراتين توجو، ان انت تاخد منهم، لو قدرت تاخد الست نقط تبقى، انت لازم الست نقط تبقى جميل يعني. يعني انت ست نقط، انت بتلعب على كده، انت بتلعب على الست نقط بتوعهم بتوع توجو، على اساس ان دول اللي هيخلوك تعبر من الازمه. طيب. لكن اجمالا برضو هنرجع، فاكر ايام اجيري وقبله كوبر، كلنا كان بيبقى لنا وجهات نظر، بس في الاخر بنعطي طبعا القرار في النهاية طبعا، بس ايه ده ما يمنعش او ما يخليهمش يزعلوا مننا، انه احنا يا سيدي اعتبرنا مشجعين. ما هو المشجع النهارده احنا خلي بالك بنقول كلام الناس اللي يعني، الناس اللي حوالينا اهو يعني، بنحاول ننقل الكلام اللي الناس بتقوله، يعني بننقل نبض الشارع. صحيح. يعني صحيح. مش لازم تكون وجهه نظر يا وجهه نظر الاستاذ اوس بالظبط، يعني احنا بنقول الناس بتقول ايه، وفي ناس بقى مشجعين بيقولوا اكتر مننا. طب خلاص يعني بلاش نقول اللي مشجعنا. لا ده انا بقول يعني. أنا عارف. أنا مش عارف. هنقول، بس هم الجمهور النهارده بيفهم كوره يعني، تمام. عنده حساسيه ان هو يتكلم. بس في النهايه مزبوط. يعني في النهايه علينا يعني لنا وجهات نظر زي ما استاذ جمال بيقول، لكن في النهايه علينا احترام اختيار المدير الفني. هنحترمه ليه؟ لان احنا اللي هو اللي هيحاسب على ده في الاخر. كنا بنعمل كده مع الكابتن هاني. ما بقول لك يعني حسبتوني صح. اللي هيحاسب على الفاتوره في الاخر كابتن حسام البدري. ده حقيقي. يا رب ان شاء الله. خليه بقى هو بيتحمل المسؤوليه. هو ان شاء الله انا يعني هو متفائل. هو اللي بيتحمل المسؤوليه. طبعا انا متفائل ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه. احنا واقفين معاه السبورت ليه والجهاز الفني وكل الناس اللي باسم مصر، كابتن حسام قدير قادر ان شاء الله، ومنتخبنا قادر انه يعدي الماتشين دول، ونحط بقى رجلينا على الطريق الصحيح ان شاء الله. كابتن احنا عندنا مجموعه من اللاعبين قدرات عاليه جدا، قدرات كبيره جدا، يكفي عندك خمسه من افضل اللعيبه في القاره الافريقيه اللي هم المحترفين مبدئيا، وعندك لعيبه الاهلي والزمالك هم الافضل على مستوى القاره يعني. احنا محظوظين في الوقت ده كمان، عندنا لعيبه جاهزه جداً. يعني الاهلي والزمالك يعني جاهزين، بيراميدز جاهزين، محترفين على يعني اعلى مستوى ان شاء الله. سته بونت باذن الله يعني. ان شاء الله سته بونت ان شاء الله. سته بونت باذن الله. استاذ جمال بنشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. استاذ محمد نورتنا وشرفتنا، وعلى لقاء قريب ان شاء الله تاني في البيت الكبير ان شاء الله. دي كانت نهايه فقرتنا، وفاصل مع الكابتن لؤي وائل النجم السابق للنادي الأهلي.